القلوب تهتف بحب، أهلا رمضان، شهر المحبة والغفران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رياحين المستقبل، كيف حالكم؟ جئناكم اليوم بفيديو جديد من برنامجنا أهل الريان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أصدقائي، كيف حالكم؟ أنا اشتقت لكم كثيرا، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، تقبل الله طاعتكم. حدث معي موقف اليوم، تعالوا لنتعلم ونستفيد. أمي، عندما كنت ذاهبة إلى البقالة واشتريت الأغراض، وبينما كنت عائدة للمنزل رأيت قطة عندما كنت ذاهبة، وكانت تنوي تريد الطعام، ولكن لا أحد يساعدها وهي لم تعثر على شيء. ولو كان معي ما يكفي من النقود لكنت سارعت واشتريت لها، ولكن خفت أن أتصرف بالنقود وأنت تعاقبيني. لا يا حبيبتي، بالطبع لم أعاقبك، فالرأفة بالحيوان هي تجعلنا سعداء وتعطينا، والله يعطينا حسنات ويضاعف لنا الثواب وتعطينا الطمأنينة. يا ليتني كنت أعلم، لكنت تصرفت. لو علمت أنك لم تعاقبيني لأطعمتها، ولكن أمي اسمعي ما حدث. بينما كنت عائدة إلى المنزل وعندما خرجت من البقالة رأيت السيدة أتت لتشتري الأغراض، ولكن رأت القطة فتألمت لحالها كثيرا، فزارعت ودخلت إلى البقالة واشترت علبة مرتديلا وأطعمتها للقطة. كانت القطة تأكل بسعادة وحب وجوع شديد، وكانت السيدة سعيدة لأنها استطاعت أن تطعمها وتقول الحمد لله. وأنا قلت سبحان الله الرزاق، وحمدت الله لأن هناك من شعر بالقطة وأطعمها. ما هذا القلب الجميل يا سالي، أنا فخورة بك. أمي، أنا قلبي جميل؟ نعم، اعلمي يا حبيبتي أني أدعمك دائماً وأحب أن تساعدي الآخرين، فلا تترددي عندما تشعرين أن هناك من بحاجة للمساعدة والعون، إن كان شخصاً أو حيوان، فعندما نساعد الآخرين يسخر لنا الله من يساعدنا عندما نحتاج. إلى هنا يا أصدقاء انتهى فيديو اليوم، نرجو أن تكونوا استمتعتم معنا، والآن نستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلقاكم مجددا. وداعاً.